أن أرحب بضيفي العزيز الأستاذ ياسر الخولي المدير الإقليمي لهيلبينج هاند. أهلا وسهلا دكتور. أهلا فيك. في البداية يعني حابين نعرف بس يعني نظرة ولو بسيطة عن طبيعة أعمال هذه المنظمة العريقة والكبيرة. بارك الله فيكم سيدي شيخ زايد على وجزاكم الله خير على استضافتنا يعني هنا معك في البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني ويعطينا الفرصة أن احنا نكون برضو عون ويد لبعض المشاريع الطيبة والهدف الإنساني النبيل القائم عليه البرنامج، وأحييك يعني هذه المبادرة الطيبة. يعني منظمة يد العون للإغاثة والتنمية، أو بالأحرى يعني الاسم الإنجليزي معروف Helping for Relief and Development، تم إنشائها بأمريكا، إنشائها بأمريكا في 2005، واللي أنشأوها هي منظمة اسمها إكنا، هي يعني قائمة على التوعية والأهداف برضو النبيلة للجاليات الإسلامية بشكل عام في أمريكا. وأنشأت Helping Hand بس بانطلاقة من الآية الكريمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في زمن يعني يكثر فيه الكثير من انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء على الآخرين، يعني نخرج بهذه الرسالة النبيلة للعالم ونقول لهم أن هذه الرسالة ما أرسل الله سبحانه وتعالى إلا رحمة للعالمين للكل. فهذا هذه انطلاقتنا، والآية تقول للعالمين، فإحنا رسالتنا لا مسلم ولا مسيحي ولا دياني ولا بغض النظر عن الجنس، وهذا أصل العمل الخيري والإنساني بشكل عام. ولكن اسمح لي أن أشكرك وأبشر السادة المشاهدين، أذكر أن الجميع كان معنا في الحلقة الماضية عندما عرضنا تقريرين. هذه التقارير كانت تتحدث عن وضع مأساوي لأسرتين كانوا يسكنوا بالخيام، وإحنا تحدثنا أنه قلنا أنه إحنا إن شاء الله رح نحاول أن نؤمن كربنات لتلك العائلات. وأنا بحب أبشركم بشكل يعني واضح بأن إخواننا في يد العون قد تبرعوا بهؤلاء الكربنين. حابين نشكرك. الله يكرمك أستاذ ياسر هذا التبرع. الشكر يعني للمتبرعين. يعني هذه لفتة كريمة أنه نبدأ الحلقة بهذه الإطلالة وبهذا التبرع الكريم السخي اللي قدمتوه للعائلتين، وحقيقة أوضاعهم يمكن شاهدت التقرير كانت أوضاعهم مأساوية، وخاصة أنه في رجل كان يبلغ أو مرأة فوق 70 عام، يعني الأصل أنه إحنا يكون إنه يعني يد وبصمة في هذا الشيء. طيب اسمح لي أرجع لمرة ثانية وأسألك أخنونا الكريم، يعني إيش طبيعة عملكم داخل الأردن حتى السادة المشاهدين أو اللاجئين السوريين الموجودين بالأردن يعرفوا ما هي المساعدات التي تقدم من منظمتكم حتى يصير في تواصل بينكم وبينهم؟ تفضل. تمام. يعني منذ أن أنشأنا المكتب الإقليمي بالأردن اللي يخدم المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الحمد لله اشتغلنا في الأردن بشكل خاص، أو أكبر تواجد لنا في برامجنا هي في الأردن، حيث أن مكتبنا هنا وهناك بعض البرامج في لبنان وبعض الدول الأخرى، لكن في الأردن يعني تكتمل منظومة المشاريع والبرامج كلها في 10 برامج أساسية. حلو. البرنامج الأول هو دعم اليتيم. يتيم. بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا الآن كفالة لـ2000 يتيم. ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. ونسعى بعد نهاية هذا العام إلى أن نصل إلى الـ3000 إن شاء الله. البرنامج الثاني هو برنامج الهدايا العينية، ونحن نطلق عليه الهدايا العينية أو الإن كاين جيفت بروجرام. ده نسير الحاويات من أمريكا إلى الأردن وإلى لبنان وإلى. شو محتويات الحال؟ الحاويات يعني عبارة عن ميديكال إكويبمنت، معدات طبية، معدات ومستلزمات طبية، وكذلك أغذية وألبسة وألحفة وبطاطين. أنا عجبني أخي ياسر يعني اللفظ اللي أطلقتوه على هذه المساعدة الهدايا. يعني هاي الكلمة موفقين فيها جدا أنتم، إنه أنت يعني بتحكي له هدية يعني وتهادوا تحابوا، ولا كما يستخدم المصطلح العام إنه بدي أعطيك مساعدة عبارة عن شيء وشيء. طيب راح نرجع إحنا نتواصل معك بشكل مباشر عن باقي الأمور العشر اللي ذكرتها، إحنا ذكرنا بس مسألتين منهم. طيب. بعد ما نشاهد هذا التقرير نخرج أعزائي وأحبائي الأعزاء إلى هذا التقرير، ونعود بعد ذلك إلى الحديث عما جرى به مع ضيفنا الكريم السيد ياسر. أنا أم أحمد من سوريا، تجوزت من 15 سنة، أهلي جوزوني غصبا عني، تجوزنا وعشنا وقلت يلا ورضا، مشينا معه صار أجاني بنت وثلاث أولاد، وعلى مشاكل من لما طلعنا على الأردن زاد بزيادة كثرة مشاكلنا، صار يشرب وصار يضربني بالأشاط، يضربني بإيده، يضربني يكسر فوق راسي الأزاز، كل شيء ما خلى شيء إلا ما عذبني فيه، حتى أنه هددني بالسكين.
صار عندي مثل الحالة النفسية لما يضربني صار يغمى علي، صار يصير عندي تجنجات، أهلي ما سألين فيه على طول بخلوني لما كنت أزعل كانوا يرجعوني لعنده. برجع أحكي لحالي يلا مشان الأولاد عشان هم صغار برجع. كل مرة تزيد المشاكل، كل مرة تزيد المشاكل، على ضرب على ضرب. وهو صار يشرب، صار يكتر يشرب. آخر شيء تركنا لحالنا، نفض ايده من الاولاد، ما رد يتعرف عليهم بشي، حتى مجرد انه اخي كمان اخذهم حطهم عند بيت عمهم، حكى لهم روحوا ارميهم بالشارع، ما سألان عن حدا، تركهم. اجت مرت عمهم حطتهم بالشارع وراحت، ما حدا سألان عنهم، لا اهلي متعرفوا علي ولا هو متعرف على اولادهم، ما عرف انا شو بدي ساوي. انا عندي 4 اولاد وعندي التزامات، عندي اجار بيت، ما عارفة أنا شو بدي أعمل. وأجار البيت مكسور عليه، يعني يدور ومشي نحام، حتى صاحب البيت بيهددنا انه يطلع من البيت، يعني اعطاني مهلة. صار لي شي 8 شهور سينا على حد وعلى ولادي، وزعلان على ولادي انه عم بيصير فيهم هيك. هذول الأطفال ما جنبهم شيء، يعني يصير فيهم المفروض يكونوا عايشين حياتهم مثل مثل الناس، يعني تعقدوا، يعني بيشتروا شغلات كتير ما بقدر أجيب لهم إياها. طيب عدنا إليكم أعزائي المشاهدين الكرام، ولكن قبل الحديث عن هذه الحالة ومع ضيف الكريم وقبل الاتصال مع أختنا الكريم، يجب أن أوضح مسألة شرعية. أن الرسول عليه السلام عندما حدد أو فصل نوع الضرب قال لزوجاتي لأسعهن ضربا بهذه، ماذا كان يمسك الرسول عليه السلام؟ كان يحمل مسواك. يعني الضرب، حتى الناس اللي بيعتقد أن الإسلام يجوز الضرب بالطريقة الهمجية فهذا مخطئ. الضرب كان فصل الرسول وأظهره بالمسواك لا أكثر. طيب احنا الان معنا اختنا الكريمه باتصال. السلام عليكم. وعليكم. طيب اختي تعلي صوتك شوي حتى نسمعك بشكل مناسب. ام احمد كيف حالك؟ الحمد لله منيحه. طيب احنا حقيقه يعني نعبر لك عن اسفنا البالغ انا وضيف الكريم لما تتعرض له من اذى من زوجك، وحقيقه هذا لا يليق باي انسان او اي مسلم انه يسترجل على أخت أو على فتاة بهذه الطريقة. ولكن اسمحي لنا في البداية أنه نطلب منك يعني توضحي لنا وضعك بشكل أدق وأوسع حتى يستمع السادة المشاهدين بشكل عام إلى ما يحدث معك. تفضلي أختي. السلام عليكم. أول شيء سلام. أنا عم أحمد من سوريا وعندي 4 أولاد. جوزي غصبا عني، أهلي غصبوني عليه، قلت الحمد لله برضه بعيش، يعني خلاص هيك الله رايد لي، خلاص ما شايف هالشيء. بس هو يعني ضل انه هاي الفكره ضلت براسه، يعني انه صار يعاقبني وهيك، وصار يضربني وعذبني، واحكي لاهلي يرجعوا يرجعوني لعندي، ويحكوا لي خلص انه هذا نصيبك، يلا بدك تضلع، ما عندنا بنات تطلع او شيء. ومع الايام صار يزيد بزياده لانه شاف ما حدا سألان عني، وانا حكيت انه صار عندي اولاد خلاص بدي اصبر بلكي يكبروا الاولاد. يعني ومن لما اجينا على الاردن كمان، وانا اجيت وضعي يعني وضعي اجباري كمان بدي ضلني ساكته، صار يعذبني بزيادة، يضربني بالأساط. يعني إذا بس أذنك أختي، أنا لا أريد أن أقاطع،
ولكن ايش نوع الضرب والتعذيب اللي بتقصد فيه حتى الساده المشاهدين يسمعوا بشكل ادق؟ كان يضربني بالاصابع، شريط الكهرباء، مره كثر ما ضربني شريط الكهرباء بطلت اقدر احكي. طيب الان انا بدي استفسر اختي محمد، مين بعيلك انت الان؟ انا من خلال التقرير سمعنا انه عندك يعني كانه في عندك ضرب، حاله نفسيه، تعرضت لحاله اغماء، عندك 4 ابناء، عندك اجار بيت، لا يتوفر الطعام والشراب، عندك مصاريف، عندك التهديد بالخروج من المنزل، كل هذه المآسي المجتمعه في اختنا الصابره والكريمه، كيف انت بتعيشها؟ بس وضحي لنا يعني كل هالامور عندك كيف عايشه؟ مين بيساعدك؟ كيف بتدبري امورك؟ تعلم ماني دارسه، ما حدا بيقدر يشغلني عنده، يعني مهدد باي وقت اطلع من البيت، بحكي له بس مشان الله خليني يعني بس اخر الشهر بك. كم اجار البيت من محمد عندك؟ 135 مع كهرباء ومي بوصله 150. طيب انا يعني راح امن لك باذن الله اول شهر مي وكهرباء مع ايجار البيت باذن الله، وراح نتواصل معك بعد البرنامج. احكي لنا شو في شغلات ثانيه حاب نقدم لك مساعده فيها حتى ان شاء الله احنا او ضيوفنا او حتى المستمعين. أنا والله متضايق كثير شيء على ايجار البيت، واولادي يعني كمان بدهم هيك اواعي، يعني ما عندهم شيء. طيب بدي اسالك هسه، انت كيف بتاكلوا وبتشربوا؟ يعني منين بتامنوا الطعام والشراب؟ انا بيطلع لي بالشهر 50 دينار بس بالكوبونه، دبل حالي فيهم. هذول بتاكلوا بتشرب فيهم. طيب ملابس، غيارات، احتياجات منزل، من وين بتأمنوهم؟ كيف؟ باقي الاحتياجات من وين بتأمنوهم؟ يعني غير الطعام، الملابس، ما في شيء، ما مؤمن. طيب انت يعني شو رسالتك اللي بتحب توجهها للناس او للمستمعين بشكل عام حتى نستطيع نجد حل جذري، وخاصه انك ذكرتي شيء يعني الم قلوبنا حقيقه لما ذكرتي انه زوجك بيعتدي عليك وما في لك يعني نصير بهذا الشيء. هل هذه يعني مشكلة واضحة عندك حتى احنا بنستطيع بإجراءاتنا او باتصالات معينة انه نحضر هذا الزوج؟ واحنا بالاردن القانون الاردني يحمي المرأة، في عنا حماية الاسرة واضح ولا تفرق بين سوري او اردني، فهل ممكن انه احنا نحاول نرتب معاك لزيارة حماية الاسرة حتى يستطيع يحميكم من زوجك؟ هل عندك الاستعداد؟ نادت على حماية الاسرة، حكيت لهم انه هيك وضعي، بحكوا لي نحن بس عن الضرب، ايمتى اخر مره ضربك؟ بحكي لهم انه تركني، يعني ما عم يسال عني ولا شيء. طيب زوجك يعني هل كان يعني يشرب الخمور او يتعاطى او شيء؟ كان يشرب. طيب اختنا ام محمد بتحب تحكي شيء دكتور؟ يعني ام احمد اولادك اخبرهم بيروحوا المدرسه ولا ما بيروحوش؟ كلهم بالمدرسه. كلهم بيروحوا المدرسه، في اي منطقه بالضبط حضرتك بتسكني فين؟ أنا ساكنة بالهاشم الجنوبي. الهاشم بعمان، مركز جنوبي. لا تمام. إله إلا الله. طيب إحنا أخنا أم محمد، إحنا قلنا لك في البداية إنه أم أحمد إنه يعني إيجار المنزل إن شاء الله رح نتأمل إن نكفل لك إياه مع الكهرباء والماء والأوشاط، وإحنا رح تزورينا ورح تزورينا بالمكتب حتى نتابع معاك باقي الأمور إن استطعنا تقديمها، ولكن هل في عندك رسالة أخيرة بتحب تقدميها أو توجهيها للمسلمين بشكل عام؟ انا مو لعيانة حد يوقف ذنبي، يعني لا اهلي سالانين عني ولا جوزي سال عن اولادي. انا احنا ان شاء الله بنكون بمثابه اهلك واخوانك وعزوتك باذن الله. كملي، في شيء ثاني؟ الله يسلمك يا رب. وحابه اني يعني ارفع عليه قضيه نفع اي شيء انه ما يضلوا هيك. طيب احنا راح نرتب لك زياره بما انت داخل العاصمه، احنا ما كتبنا داخل العاصمه، نرتب لك زياره تزورينا بالمكتب ان شاء الله يوم السبت نتواصل معك حتى نحاول يعني نساعدك بقدر المستطاع بحل هاي المشاكل اللي عندك على مختلف الاصعده. كلمه اخيره بتحبي تحكيها؟ كن الخير. طيب شكرا لك اختنا الكريمه، وان شاء الله راح نعود لضيفنا الكريم. مؤسف انا حقيقه، خليني اتكلم بمصطلحات يعني قد يفهمها الجميع، مؤسف انه رجل يستقوي على امرأة، يعني ما رأيك شيخ؟ للأسف إن الحالات هذه صحيح يعني انتشرت. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعرف جيدا يعني ما يكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، صحيح. فهذه يعني إنسان بيستقوي على امرأة ضعيفة في عنده في البيت، يعني وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. فمعيار الخيرية فعلا يعني أنت كيف حالك جوا بيتك، جوا أهلك مش برا بتبتسم وتقابل كل الناس بأصحابك، جوا بتستأسد في بيتك
يعني هذا يعامل زوجته أقرب ما يكون يعني بشكل يعني غير إنساني، غير إنساني بالمرة، يعني استخدم كهرباء حتى في التعذيب هذا، ولا عجيب. كأنه يعني عجيب. لذلك أنا حكي شيء غريب ممكن يعني. نوديه لحماية الأسرة. طيب أخونا اللي ضفنا في البيت تذكرت، نسأل الله نكون احنا برضو ان شاء الله نقدر نقدم لها باذن الله شيء. احنا عندنا برامج اساسيه لليتيم والتعليم، زي سالتها على المدرسه يعني بنكفل الاولاد احيانا اللي مش في المدارس، بنحاول احنا عندنا دخلنا 100 طالب. طيب معناته انا يعني حالتها هاي الاخت راح اتابع معك انا الاسبوع القادم لما تيجي عندي على المكتب على حسب اتصال نشوف شو نقدر نقدم لها. طيب انت ضيفنا الكريم ذكرت انه عندكم بتقدموا 10 مشاريع او 10 امور، ذكرت لنا اثنين الآن ممكن نتابع معك حتى نسمع إليك بشكل وتوضح الأمور بشكل أوضح بإذن الله. فالبرنامج الثالث اللي لا يقل أهمية برضه البرنامجين الآخرين، دعم الأيتام والبرنامج الحاويات. فضل بالنسبة للحاويات دخلنا يعني الهدايا، الهدايا العينية يعني أكثر جمعية أكبر، دخلنا كونتينرز حاويات من أمريكا إلى هون تجاوزت 105 كونتينر ما شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. خلال فترة انتوا انا بعرف خلال سنتين ونص تقريبا الان سنتين كنت ضربنا رقم قياسي بفضل الله سبحانه وتعالى. لا اعتقد حد يعني دائما الرقم القياسي بفضل الله سبحانه وتعالى. البرنامج الاخر اللي هو برنامج تنمية المهارات وبنخص به بالذات المرأة. اعطينا فكرة عن هذا البرنامج انه هذا مهم بالنسبة لاخواتنا السوريات. عندنا في المركز في الدور السفلي بالمجمع الاغاثي بتاعنا في منطقة المقابلين في الحمد لله 40، فعندنا مركز كامل لتعليم السيدات الخياطة والاشغال اليدوية. هذول بيجوا عندكم؟ بيجوا لغاية عندنا واحنا كمان بنديهم فلوس المواصلات. مواصلات. وهل المرأة عندما تتخرج من عندكم هل بتعطوها شيء تبدأ مشروعها؟ لسه الحفلة من أسبوعين، حفلة تسليم ماكينة خياطة بروفيشنال يعني تصل ثمنها إلى 300 دينار كل واحدة وصلنا لها لغاية البيت. طيب الخريجات الجادات اللي خلصنا يعني لغاية الأدفانسد ليفل في الخياطة ويستطيعنا أن يمارسنا المهنة بأنفسهن بنتابعهم بدون ماكينة الخياطة. نحب دائما نتحدث ونركز على مشروع التنمية المستدامة هاي حتى انه احنا نوصل لهم شيء يستطيعوا لنفسهم. بس استاذنك الان اخونا الحبيب وفي عنا اتصال مع اختنا ام محمد. السلام عليكم ام محمد. اي اخي اهلا وسهلا ام محمد، تفضلي ستي المستمعين لك تفضلي. اهلا يا اخي، اهلا وسهلا، اهلين. تفضلي يا اخي، الله يعطيك الف عافية يا رب. امين احنا وياك. تفضل حابين نسمع ما هي شكواك، ما هي الامور اللي انت بحاجه لها؟ عندي ابني معاه مي براسه وضمور بالدماغ وبالحاجه لرنين مغناطيسي. كم قيمه صوره الرنين المغناطيسي كم مبلغ صوره الرنين اختي؟ والله يا اخي بتكلف 280 وبحاجه ابني لجلسات فيزيائيه. طيب انت سالتي جهات ولا استهدتي من نفسك يا اختي؟ لان انا بعرف صوت الرنين 120 دينار، هل اجتهدتي يعني سالتي اخر مع التخطيط لرغ يا اخي بده تخطيط كمان تخطيط يعني ما بس رنين في تخطيط. اوكي يعني بده صورة رنين وبده تخطيط. اه اي والله يا اخي وبحاجه لجلسات فيزيائيه يعني ابني حالته سيئه. طيب خلينا واحدة واحدة ستي، هسا احنا ممكن نساعدك بصورة الرنين هاي اولا، ثانيا اذا بده علاج فيزيائي فاحنا عندنا مركز متخصص بالعلاج الفيزيائي، ممكن ناخذ ابنك عندنا على المركز مقيم بعنا لغايه ما تتحسن حالته. فهل عندكم استعداد انه يعني ترتبوا معنا انه ناخذ ابنك ويكون موجود عندنا بالمركز وعنايه فائقه ماكل وشارب طعام وعلاج؟ الاتصال. طيب اظهر انه هناك مشكله بالاتصال. طيب احنا يعني حابين انه اختنا محمد اذا بتسمعيني الان انت عبر التلفزيون انه نتواصل معك بعد انتهاء البرنامج او اليوم السبت تحديدا ونرتب معك موضوعين. الموضوع الاولاني انه ممكن نأمن له صورة رنين مغناطيسي لابنك، الامر الثاني انه مركز العلاج الفيزيائي المتوفر لدينا ممكن نستقبل هذه الحالة ونحاول نراعيها بشكل كامل لو عرف انها شهر شهرين حتى لو عام كامل عندنا المقدرة انه نهتم بهذا الابن اللي هو عزيز على قلوبنا. وان شاء الله نتواصل معك بعد نهاية الحلقة او كما ذكرت في بداية الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. أخونا الكريم قطعناك احنا أثناء حديثك وكنا نتكلم عن تنمية المهارات وأنه أنتوا بتقدموا لهذه العائلات زي يعني مصروف جيب بسيط لما يجي عندكم، أيضا أنه إذا كانوا متفوقين بتعطوهم يعني شيء اللي يبدأوا حياتهم اليومية فيه مثل ماكينة خياطة أو غيره.
أخذنا تنمية الهضاب، المشريع الذي يلي؟ المشروع آخر طبعا البرامج الموسمية، معروفة دي طبعا لنا فيها أكثر من 50 دولة من مستوى العالم. وطبعا هنا يعني مثلا لو أخذنا مثال الأضاحي، حوالي برضو رقم قياسي للأضاحي العام السابق أكثر من 1750 أضحية في داخل الأردن. 2000 انتوا خلاص بننافسكم العام هذا. فبفضل الله سبحانه وتعالى، سواء الطرد الرمضاني، الخيمة الرمضانية، الأضاحي، ايضا كسوه الشتاء، كل هذه يعني كل عام موسميه، كل عام ما شاء الله الحمد لله 40 لنا فيها. كذلك مشروع الايواء الاغاثي. الايواء الاغاثي على محورين، في محور عندنا مبنى كامل باسر ايتام، اسر ايتام نعتنيهم من الالف الى الياء في كل شيء. حلو. بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك العام هذا اللي هم منهم 2 كرفان ان شاء الله يكون من نصيبكم لهذه الحالتين اللي عندكم، وان شاء الله لنا كمان 28 كرفان خلال هذا العام بنسلمهم لمن يحتاج ان شاء الله. طب خليني اوقف معك بس دقيقه بموضوع الكرفانات. هل لو توفر عندنا في البرنامج انه اشخاص بدون كرفانات، هل ممكن احنا نبعثهم عليكم وانتم تشوفوا حالتهم المستحقين؟ نقبل من جمعيتكم الكتاب والسنة، بدام نثق فيكم ثقة تامة، وهكذا احنا بنتعامل مع المجتمع المحلي من نثق به وفعلا يصل بهذه الامانة. نحن ومنا احنا وسيط، مجرد وسيط، بناخذ من المتبرع الكريم بامريكا وبنوصل للمحتاجين من اهل حتى احنا. اي مشاريع على فكرة برضو عشان حضرتك تبقى في الصورة والمشاهدين الكرام، كل مشروع بنحاول نخص اهل الاردن منه نصيب. يعني ممتاز، انه حتى كل الحاويات 70% للسوريين 30% للمجتمع المحلي. التعليمات اللي هي اقرتها الوزارات المعنيه بالاردن انه لازم يكون في 30% للمجتمع المحلي، وانا بظن انه هذه خطوه ايجابيه حتى يزيلوا من الاحتقان الاجتماعي. طيب احنا معنا تقرير الان، معنا التقرير الثاني، نخرج للتقرير ونعود اليكم بعده مباشره. أنا عمية زنك من سوريا، أنا من واحدة من الزوجة، جيت لأجأة لهنا على الأردن، أنا زوجي وولادي، معي ولدين وبنت. فأجينا لهنا كانت أمان الحياة، يعني طلعنا بتياء أبنبي أيتنا، بتعرف ظروف الحرب غصبا عننا، هاي إرادة رب العالمين هيك صارية فينا، يعني امتحان إنا وإحنا الحمد لله صابرين. فزوجي تركني أول صار لي هذا السنة عايشهم، صار له 2 سنين تركني وراح معي ولدين وبنت. فما يقستش الحمد لله، طلعت ابني من المدرسة الكبير وشغلته واشتغل الشغل يعني، فلقيت ما قدرش يصرف علي، يعني احنا عايشين بس أخذنا الكيلو الغذائي كل شهر بناخذه، وقطعوا علي 7 أشهر رجعت وكذا، وعملت استئناف حتى رجعوا لي. نصلي 4 سنين هون أنا، من 2 سنين هو تركني زوجي وراح، تركنا بسبب إنه هلا بيحكي إنه الشغل صعب وبيعملوا هيك الأجورات خفيفة، يعني ما تلقى يعني صعوبة كثير بالعمل هون وأجور خفيف. فراح على الزعتر قال بدي أرجع المخيم بس أجرب، بروح وباجي لعندكم خليني أجرب هناك أفتح لي أشوف. وتركنا وراح، يعني كان عالي، يعني كان ما لقاش كمان حتى الشغل هناك كان صعب. بالفترة الأولى كانت طلع علينا يجي كل شهر، بعدين راح اتزوج هناك في أحد المخيم، ما بعرف شو اللي صار معاه بالضبط، المهم تزوج وتركنا. فاضطريت أنا كمان الشغل مش أنا، بطلعت اشتغلت بالبيوت هنا، اشتغلت حتى ساعد ابني وولادي يوقف على رجلي، يعني خلص ما ضلش قدامي غير هالحل هذا. فاشتغلت الحمد لله وساعدت ولادي، بس أنا معي مرض بالقلب تأزمت معي، صارت أزمة قلبية حادة معي وتعبت كثير، صارت أيع يعني مثلا أشتغل عند الناس أقع عندهم، أروح بعدلتي على المدرسة، صرت أقع بالشارع عني. فتعالجت أروحت ما خليتهم المشفى حكومي يستقبل اللاجئين السوريين، يعني هم قدموا لي اللي يقدروا علي، بس قالوا لي يعني ضروري بدك دكتور قلبي أخصائي، لأن عندي القلب تعبان، عظمة القلب، وأنا تعبانة صحيا جدا، يعني بحاجة دكتور قلبي أخصائي إني أتعالج، ما يبسك معي أزمة بالقصبات حادة مزمنة، وبنتي مريضة مع مثل بداية هجمة ربو،
وابني الوسطاني كمان عنده هشاشة عظام، انكسرت ايده والله 4 أشهر وانا بالمشفى البشير عم بتقبوا له ايده لقوه، يعني استغرب حتى بحكي للدكتور شو انت ما بتغديهوش ما بتطعميهوش شو بحكي بقى الدكتور، يعني والله حكى لي الدكتور انه لما صور الصوره ورجعني قال لي هاي عظمه جوزه، يعني عظمته كيف عايش وبتقبوا لي كل مره ما تزبطش لانه ما فيش غذاء اغذيه، يعني كان وضعي سيء جدا جدا لحد الان بيعاني انه عظمه كثير هشاشه عظام تعبان. ابني عمره 18 سنة فايت بال 18 بعد ما طبق، يعني تعلم لما طلعته أنا من المدرسة تعلم بالفرن أول شيء، تعلم مصلحة العجان صار يعجن يعني عجين وعجان يعني كويس وشغله كويس، بتمنى أنه حدا يلاقي له شغل يعني مع أجور إنه تكفينا، يعني أنا وانا وضعي ما بسمح لي أساعده إني أشتغل عند حدا حتى أساعدهم، يعني إنه حدا يدبر له شغل كويس براتب يعني إنه كفينا مش أكثر، يعني يكفي أجار بيتي 100 دينار لحاله وكهرباء ومية عم يطلع علينا، يعني مصروف مدرسة ومصروف البيت، يعني عايشة على الكيبون، يعني بدنا إشي يكفينا يعني وعلاجي أنا أهم شيء، يعني كمان وضعي الصحي بحاجة إنه حدا يساعدني بعلاجي. طيب عدنا أعزائي المشاهدين، وأنا حقيقة والأخت بتتكلم، أختنا أم يزن هي بتتكلم قبل ما نأخذها الآن مباشرة، أنا كتبت يعني الصفحة امتلأت، صفحة كاملة امتلأت بما لديها من مشاكل، وأنا يعني أنا بدي يكون صدر اللي بيستمعونا يكون واسع جدا، يعني عيب ولا يليق أن أتحدث عن هذه الأمور عند أخت سورية، وأنا بوجه كلامي لا يستثني حدا منه، ولو حدا بده يعاتبني بعد الحلقة أنا جاهز، لأنه الأمور عندما تصل لهذا الحد يعني صارت عيب ومسخرة. طيب خلينا نسمع الآن لأختنا أم يزن ماذا ستقول. السلام عليكم. السلام عليكم أخت أم يزن. نعم. علي لي صوتك شوي وهبط التلفزيون عشان نسمعك بشكل جيد، لأنه بالتقرير ما كنا نسمع بشكل جيد. نعم تفضل أم يزن. نعم. أنا حقيقة متألم جدا وضيف الكريم يعني لحالك ولما وصلت إليه، ولذلك هذا شيء مؤلم أن تكون أخت عفيفة طاهرة كأمثالك تتعرض لكل هذه المآسي الإنسانية، حابين بس بعجالة بسيطة أنك تحكي لنا أهم الأمور اللي أنت بتأملي أنه إحنا كبرنامج والسادة المشاهدين الكرماء المتبرعين أنهم يقدموا لك إياهم، تفضلي حابين نسمع منك. والله يا أخي أول شيء الحمد لله على كل شيء أنا بقول، بس أنا أكثر شيء متعبني بدي علاج وبدي حدا يقطع لي أجار البيت والكهرباء والمي. طيب بدي أنا أمشي معك أم يزن واحدة واحدة، العلاج كم يكلف حتى نستطيع نبث الرسالة للمستمعين وإحنا نستطيع نحدد كم العلاج بكلف؟ والله أنا سألت هون دكاترة بحكوا لي 350 دينار الفوسن عند الدكتور القلبية، وحكوا لي بالمشفى أن بانتحاس السبكية. طيب أنا أظن أنه بإذن الله رح نحل لك المشكلة الأولى اللي هي مشكلة العلاج، هاي 350 دينار هتواصل معاك إن شاء الله، يعني أعتبري هاي المشكلة انحلت بإذن الله. المشكلة الثانية حكيتي لي الإيجار، ما للإيجار عندك؟ كم قيمته؟ إيجار البيت عندي 100 دينار الإيجار. طيب وهي احنا عندنا تبرع اخر لك 100 دينار، ايش كمان عندك؟ كهرباء، والله عندي فاتورتين كهرباء والله العظيم. قديش قيمتهم؟ تكلفتها 228 دينار. طيب دفعنا لك اياهم كمان يا اختنا ام يزن، ايش كمان عندك؟ عندي بس مصاريف البيت، بتعرف مصاريف المدرسه لهالولدين. مصاريف المدرسه، طيب انا الامور الثلاثه هاي احنا رح نتكفل فيها كجمعيه او كجهه او كبرنامج. وانا بدي موضوع التعليم انا بدي احيله لزميلي لانه اظن انه عندهم برنامج والطبي. تفضل استاذنا، معك الاخ ياسر بدي اتحدث معك. اهلا وسهلا ام يزن، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يخفف عنك ويجعل ما انت فيه من البلاء. اول شيء الحمد لله. والله ما شاء الله، يعني دائما بندعي اللهم لا تجعل ما قضيت على اخواننا او اخواتنا من البلاء،
فتنة لهم في الدين، بل اجعله لهم زيادة لهم في الإيمان واليقين. وأنت ما شاء الله عليك، أنا أحسبك يعني من الناس يزيدهم البلاء إيمانا ويقينا بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ولكن احنا فعلا في زمان يعني كل من حولك يعني هم مسؤولون، يعني مش احنا بس كجمعيات، ولكن كل إنسان حواليه، أخت فاضلة مثل حضرتك تعاني، يعني مسؤول. أيوم أهل عرصة يعني باتوا وفيهم جائع، يعني إلا ونزلت عليهم اللعنة، يعني بس فقط يعرفون أن هناك من هو جائع محتاج ثم لا يقومون إليه بحاجاته. يعني ألمني جدا قضية نقص التغذية بتاع ابن حضرتك كذلك. لكن إن شاء الله بإذن الله موضوع التعليم، إحنا يعني لو جئت إلى جمعيتنا ببيانات أبنائك كم عدد الأبناء، إن شاء الله بنحن بندعم الولد اللي طلع من المدرسة بسبب للأسف بسبب أنه بيصرف على البيت، فإحنا بنعمل على لا خذي مقدار من المبلغ. الحمد لله دخلنا 100 طالب لهذا العام بسبب بهذا السبب بالذات. بعد التحري وجدنا فعلا الطالب يترك المدرسة ليعمل، ولا تعالى يا ولد خش المدرسة، وندخله مدرسة مرة أخرى ونعطي الأسرة دعم مالي. هذا عمل رائع. الحمد لله، لأن نرى أن التعليم لا يقل أهمية عن الغذاء وعن الدواء كمان. الأمة التي لا تقرأ يعني لا مستقبل. فنحن في صدد يعني جيل كامل يتعرض لجهالة إن لم ندعم جميعا أمر التعليم. فإن شاء الله الأخت يعني تجي لنا، ولو أيضا زوجها يعني ما أعرفش، قالت يعني ذهب منذ سنتين، إذا كان مفقود كذلك احنا ممكن إن شاء الله. موضوع زوجي احنا مطلقين، يعني طلقني وخلصنا. طلق يا شيخنا. ان شاء الله باذن الله على الاقل برنامج التعليم بندعم فيه ان شاء الله معك اخت ام يزن باذن طيب الله. طيب اختنا ام يزن، بس انا ضيفي انا، انت ام يزن عندك قلب ولا ايش مرضك؟ عندي القلب، عندي انفجار جذري عضله القلب. طيب هذا ايش بكلف علاجه؟ عندك فكره؟ والله ما بعرف، جبت اسم دكتور وبدي اتصل عليه واشوف شو تكلفته، بس طيب. الناس بتحكي لي في فئة واحد بتحكي لي 350 دينار عشان طيب. يشوف فيها عليك ويشوف الشريان المسدود. طيب ام يزن، احنا بدنا اياك تستفسر يوم الاحد، واحنا نتصل فيك يوم الاثنين عشان نخليك تسوي زياره لاخواننا بيد العون، وتسوي زياره للجمعيه عندنا، حتى نستطيع ان نوفق لك هذه الامور اللي طلبتيها. وارجو حقيقه انه يعني اللي الشيء اللي ذكرناه وذكر ضيفنا الكريم، انه يعني يقدم لك شيء من البسمه وشيء من الطمانينه، انه يعني في ناس ان شاء الله يعني تسعى لخدمه اخوانها اللاجئين السوريين. كلمه اخيره بتحب توجهيها اختي؟ والله اول شيء بشكركم والله يجزيكم الف خير، وبشكر البرنامج اللي يعني طلعنا ووصل. انا من زمان نفسي اوصل قصتي، او مش انا يعني في صور كثير وقصص ثانيه عائلات مثل ما تشاهديها، انها تصل للناس اللي صح فيها خير ان شاء الله، اللي يساعدونا بس انه عشان اطفالنا، لانه بالفعل ضاعوا يعني في حاجه سوء تغذيه. بتعرف يعني سوء تغذيه هذا اصعب شيء، ان الام تشوف ابنها بحاجه غذاء بحاجه دواء. ام يزن، احنا يعني الشيء اللي ذكرنا لك اياهم احنا نامن لك اياهم ايضا بما يتعلق بالتغذيه. راح نحاول نامن لك مجموعه من الادويه او الحليب او الشيء اللي يساعد ابنك بامور التغذيه. شكرا باذن الله عز وجل. وانا يعني انا بدي بس اعلق تعليق بسيط قبل ما تذهبي. انا سعيد جدا بمسألة انه انت يعني في خضم كل هذه المأساة الانسانية اللي تتعرضي لها، ومع ذلك كان عندك نظرة رائعة للآخرين، انك قلت انه في ناس آخرين لا يزالوا يعانوا، واتمنى انكم تجوا تسووا تقرير عليهم، وان شاء الله رح يتواصلوا معاك الاخوان في البرنامج حتى نستطيع نظهر باقي هذه المعاناة. انا بشكرك كثير على اتصالك معنا وعلى تواجدك معنا، وان شاء الله رح نعود اليك من يوم السبت حتى نتابع معاك هذه الامور. أخ ياسر، يعني إحنا بنقول أول شيء يعني ليس يعني تزكية للبرنامج، ولكن نحمد الله عز وجل إنه توفر برنامج اللي يستطيع اللاجئ السوري، وهذا من ضمن الأمور النفسية اللي أنت قد تكون أعلم مني فيها، إنه اللاجئ حتى أحيانا لما يتحدث عما في نفسه يمكن يشعر بطمأنينة، ويشعر إنه فيها المجتمع حوله، لأنه الكثير فقد الأمل من المجتمع الدولي. طيب إحنا أخونا الحبيب وصلنا لرقم 4 الآن، عايزين باقي مشاريع كثيرة. باقي المشاريع، فبرنامج التعليم دعم التعليم أيضا يعني من المشاريع الأساسية اللي بنقول احنا يعني كنت في أمريكا آخر من شهر تقريبا، وبنتحرك في عبارة عن حملات توعوية للجاليات المسلمة هناك بأهمية التعليم وتعليم الأبناء السوريين اللي صاروا منهم 5 سنين على التوالي تاركين المدارس. فبفضل الله وجدنا إقبال كبير من الجالية المسلمة الأمريكية في مساعدة هؤلاء، واخذنا يمكن كان احنا وقتي معنا دعم 100
السنه ديت، لكن اخذنا دعم كمان 500 او 600 خلال ان شاء الله السنه القادمه باذن الله تعالى. وبنتحرك كذلك في مشروع كذلك محو الاميه. طيب انا بدي اعطيك بس اشاره دكتور، وانت ادرى مني بهذه الامور. انا حسب ما اعلم ان هناك 80 الف طالب سوري متسرب من المدارس لا يذهبون اليها، هذه احصائيات وزاره التربيه والتعليم الاردنيه، 80 الف لا يذهبوا للمدارس لاسباب، منها السبب اللي ذكرته اختنا ام يزن قبل قليل، انه يعني ما في شيء تستطيع يعني تنفق على ابنها او تساعدها. تفضل دكتور. اي نعم، اصبحت يعني الماساه هون في الاردن وفي لبنان، وان كانت الفجوه في الاردن اصبحت الحمد لله تضيق، هي فعلا كانت حوالي 80 فاكثر، لكن هذا العام بفضل يعني دعم الكثير من الجهات الدوليه فأصبحت الفجوة تضيق والمدارس تستوعب الكثير من أبناء السوريين. حتى مؤتمر المانحين أقر من ضمن المشاريع التنموية البنية التحتية بناء مدارس، اللي هو لما أقروا 2 صحيح. مليون ومئة ألف من ضمنهم هذه المشاريع التنموية المدرسية. احنا يعني بشكل أساسي يعني بكل ما نود أن احنا نفعله، نحن الثغرات الموجودة في بعض العائلات لا تريد إرسال أبنائها للمدارس بسبب مشاكل نفسية، او ان ابنائهم يعني بيتعرضوا لبعض المشاكل، او عنده فعلا في اولاد بيسمعوا يقعد بس على المقعد الدراسي يتذكر المدرسه التي قصفت في سوريا فلا يستطيع ان يجلس. فهناك ابناء في مخيمات بعيده عشوائيه، فبنحاول نوجد حلول، منها المحو الاميه، نشوف مدرس يقعد مع الاولاد. انا اظن انه مشاريعك اخونا ياسر حتى التعليم الالكتروني يعني لسه انا بديش اخاطعك، انا اظن انه مشاريعك رياديه، وأمل أنه يكون في متسع للبرنامج في حلقة قادمة أنه نتابع معك، لأنه حقيقة أنا أستمع إلى شيء، أنا يعني أنا لا أقول أهلا خبير، ولكن أنا قريب جدا من آلام اللاجئين السوريين وأوضاعهم. نعم. حقيقة أنا أكون سعيد جدا لما ألاقي هذه المشاريع اللي حقيقة بتسد فجوة كبيرة جدا عند إخواننا اللاجئين، وأنا بقدم لك الشكر من الآن على هذا الجهد الرائع وعلى هذه المنظمة الرائعة اللي بتقدم يد العون، وهي بالفعل اسمها يد العون. طيب معنا الآن اتصال، خلينا نسمع الاتصال. الآن معنا اتصال من أختنا فاطمة. السلام عليكم أخت فاطمة. وعليكم السلام يا أختي. من وين بتحكينا أخت فاطمة؟ أنا بحكيكم من الزرقاء، من عمان. من الزرقاء أخت فاطمة. طيب أخت فاطمة هي نعم. أنت متزوجة؟ نعم متزوجة أختي؟ والله ما نسمع. ألو. طيب أنت كم عدد أبنائك إذا ما سمعتيش الأول؟ أنا معايا بنت، طيب معايا بنت وحدة. معاكي بنت؟ معايا متزوجة، زوج متوفي. زوجك متوفي؟ أنا عندي 6 أولاد. 6 أولاد عندك؟ ما شاء الله. طيب. 7. طيب هل كم اعمارهم بس خلينا نعرف، لانه اذا ابوهم متوفي ممكن نأمنهم كفاله ايتام، كم اعمار الابناء اللي عندك؟ انا متزوجات، عندي 6 بنات متزوجات وولدين، عندي بنت يتيمين بس بالمفوضين. لا احنا مش سامعين الصوت مزبوط، حابين نعرف الاعمار، كم اعمار الابناء والبنات اللي عندك، وخاصه اعطينا الاصغر فالاكبر. ايه عندي بنت وطبع عمره 31. 31 هذول يا حجي بطلوا ايتام هذول، والله هذول بعيوننا احنا. طيب بدنا الأقل عمرا. طيب إذا في عندك أبناء أعمارهم أقل من 14 سنة فإحنا نتشرف إنه إحنا نشوف كفاءة. عندي بنت صغيرة، عندي بنت عمرها 15 سنة. قديش؟ 15 سنة. عندي بنت 15 سنة، هل عندكم كفالات 15 سنة؟ إحنا بناخذ لغاية ما الأقل من 15 سنة بنبدأ ناخذه. طيب طيب أختنا إيش اللي حباه إنه إحنا نقدم لك إياه في البرنامج حتى ندخل بصلب الموضوع بشكل مباشر؟ إن حاولنا نساعد بموضوع الأيتام وجدنا إنهم يعني أعمارهم كبيرة. إيه والله أنا بستلم ظهري يعني بدي صورة وهيك، يعني ما معي. أخت فاطمة إحنا يعني مش قادرين نحدد كلماتك بشكل دقيق. هل ممكن انه احنا نزورك في مدينة الزرقاء؟ والله ما بحكي الوقت بنوب، يعني ان شلون كل ما عم يعني ونقدر وقت بس لا احنا حابين في البرنامج طيب شوية ام يزن بس اخت فاطمة بس اذنك، بس احنا في البرنامج حابين نيجي نعمل تقرير عن حالتك بشكل كامل، هل بتأذني لذلك؟ ايه والله خلاص حكت يا سيدنا. ايه والله راح ناخذ رقمك ونتواصل معك الاسبوع القادم حتى نطلع، لانه الصوت مش واضح عندنا بشكل واضح. والان اعزائي المشاهدين نخرج الى هذا التقرير الثالث والاخير.
يعني سبع صار لها 4 سنين لا بس مطعم ولا منظمة ولا شيء نشتري من هاي المرة إلا الكوبونات قطعون شهرين ثلاثة بدنا نرجع لهم وسجلنا أكثر من دار وهاي الدار مستأجرها يعني 60 دينار مي وكهرباء عليك طبعا شوفت عينك يعني تشتي مثل برا يعني تشتي مثل برا عندنا يعني طبعا يعني مقبول الحمد لله يعني الحمد لله واحد يقول الحمد لله عطش وماخذين الدار هاي يعني بالاجار 60 دينار وكهرباء مي عليك فهمت شلون؟ بالنسبة للحجة كانت تترعف من الأنف الدم وأخذناها على الدكتور لأن فحصوا قالوا معاها كتلة كتلة بدماغ براسة قالوا بدنا نسوي لها عملية يا أم بحس حالي ما بعيد منها ما بقي بحالي غير رجعت يعني وصار يسيل الدم من رأسي عرفت شلون وهي أخذيني مرتين ثلاث أربع مرات على المشفى وما بشفى إيدي هالسنيات عيوني بوجعني وما عاش أقدر ما عاش أقدر يا أخي هون خواصري هذولا خواص بوجهي خواص العين ما ذاب حالي هسا ما بقوم قلت احط الكرسي واقوم وقال سلامتك الله يسلمك وبعد عايش على الدواء ذاك نهار الاربعاء الماضي وجوني الباب عندنا قالوا منين وقع تجي لقيت واقع بالحمام مرتفع ضغطها كثير يعني ضغطها مش شوي ومع هي قالوا بداية الديسك خذنا على مركز اللي هون قالوا بداية جلطة طلع الجهاز خربان اليوم خذنا على المشفى الحكومي المفرق طبعا دفعنا دخولية يعني هاي دخولية والدواء حسابنا فهمت شلون؟ وبعد متعالج انا على الدواء كله يعني رشيته يعني رشيته زمان 30 دينار حقه كتلة بدماغ بالدوخ يعني بالدوخ احيانا بالدوخ يعني ما عاد تدري عن حالها قالوا لي غير المشفى بدكم دكتور اعصاب احنا دكتور اعصاب بالمشفى ما عندنا دكتور اعصاب ودكتور عظمي يعني قالوا بداية هشاشة عظام او بداية ديسك يعني ما عاد الكتلة بداية ديسك وهشاشة عظام قالوا يعني هشاشة عظام ولا بداية ديسك يعني شو اكيد بس بدي دكتور عظمي ودكتور اعصاب والله أني ربي يتم ورب العالمين وحاضر وجوزت تماني ما بدي أكيد تبكي خير ارتاح ما بقول ايش بقول يا ربي من دخيلك ما في حدا اللي شنك علي ولا ينجي الحمد لله بكلمة بسيطة كل مأساة الشعب السوري الآن لخصتها هذه الأم العزيزة على قلوبنا بهذه الدمعة من عيونها يعني شيء مؤلم حقيقة ولا نريد أن نتحدث دوما عن التقصير الحاضر بالنسبة للكثير من إخواننا معنا أختنا أو الحجة الكريمة والعزيزة والحبيبة على قلوبنا سلام عليكم حجة زينب سلام عليكم ألو حجة كيف حالك؟ شلونك حبيبي؟ طمنيني عن صحتك الله يطول عمرك يعني احنا متعاطفين قلبا وعقلا ووجدانا مع وضعك ذكرتي عندك مشكله كتله بالراس وعندك مشكله بالعيون وبالخواصر وبالديسك انا بس بدي اسالك كيف متحمله كل هالالام هاي بس هذا السؤال الاول والله
الله بوقف مع الإنسان الله بوقف مع الإنسان. الصوت مش واضح، لو طبت التلفزيون وطبت التلفزيون. طيب الله يطول عمرك. طيب أختنا زينب ايش الله يرضى علينا وعليك ان شاء الله يا حجة. طيب ايش حابين انت، ايش حابة يعني تبثي همومك حتى نستطيع نأمن لك ولو القليل مما ذكرت؟ يعني ايش الرسالة اللي بدك اياها؟ ايش الاوجاع، الامراض اللي انت حابة نعالجك فيهم؟ طيب حجة كيف ممكن نساعدك؟ الصوت مش واضح. مش واضح عنا صوت اختنا زينب او امنا زينب، الصوت مش واضح عنا. سامعينك بس الصوت رديء مش واضح منيح. طيب الله يطول عمرك والله يا يما ما بنعمل حد يخلقه. طيب اختنا زينب ممكن نتحدث مع ابنك اذا في مجال حتى نستطيع نسمع صوته بشكل اوضح؟ السلام عليكم. عليكم السلام، هيك الامور اوضح. سيدي احنا سمعنا انه الوالده عندها كتله بالراس وعندها مشكله في العين وبالخواصر وبالديسك، ايش المطلوب؟ شو اللي حابين انتم يعني؟ والله يا اخوي الحاجه كانت اليوم. ايوه سامعينك. البدايه كانت الصوت. لا الصوت الصوت وأخذناها. طيب طيب أخي 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 الحبيب، الصوت إحنا مش واضح عنا، أنا رح أرخص الحالة الآن ورح أتحدث فيها، وإحنا بنشكركم على اتصالكم وبارك الله فيكم. نعود لضيفنا الكريم الأخت اللي اتصلت، الأخت زينب عندها كتلة بالرأس فيك تحدث هكذا لفت منها، وعندها مشكلة بالعيون وعندها مشكلة بالخواصر وعندها ديسك. يعني ماذا تقول عن أمك هذه بهذا العمر بهذا السن؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أولا إيش فيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إيش فيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إيش فيها وشافي وعافي كل مرضى المسلمين. يعني بإذن الله لو ثبت لدى الطبيب، يعني أنا الصوت برضه ما كانش واضح عندي فحتى في التقرير شوية، لكن لو يعني اللي فهمته إنه ما في دكتور ممكن يشيل الورم أو التكتل دوت ما وجد الدكتور بعد. أنا عندي اقتراح، هل ممكن يعني إذا تكرمتم أستاذ ياسر نعطي رقم الأخت لإلكو تحاولوا تشوفوا شو بتقدر؟ فيش أي مشاكل، لو ثبت إن في بحث ودراسة ممتاز. وطبيب ممكن يجري العملية، بأرفع الحالة للمكتب إن شاء الله بأمريكا وإن شاء الله ممكن يتكفل العملية. أنا بقدم شكر جزيل لك، وهنا بوجه لأختنا زينب الآن أظنها سمعاني. ضيفنا الكريم بيقول انه جيبوا التقارير وحتى يتاكد من صحتها ويرفعها لجهات ممكن تقدم المساعده، هيك فهمت منك انا في المستقبل. فاتمنى راح ياخذ الاخ ياسر التلفون ويتواصل معكم ان شاء الله يوم السبت بشكل مباشر باذن الله عزيز. طيب ضيفنا الحبيب والكريم يعني، طيب مساعدنك في معنى اتصال. طيب معنا اتصال الان، السلام عليكم. وعليكم السلام. ام معتز اتفضلي. انا مريضة سورية. سورية. عندي فرط بالكورتيزون، مرض اسمه كوشنج. حلو. وعندي دواء كل شهر بقيمة 150 دينار. الدواء. الدواء والدواء دائم يعني إجباري لازم أخذه. يعني إلزام إجباري. مر يعني أقطع الدواء جسمي يتعب كثير. وهذا زيادة الكورتيزون، فرط بالكورتيزون عندي. طيب احنا وقت البرنامج خار في نهايته، بتحب تسال السؤال قبل ما لانه ما ضلش معنا وقت؟ يعني اترك تليفونها في الكنترول ان شاء الله. طيب هاي الاخ ياسر يعني هيتواصل معك لانه ما ضلش معنا وقت للحديث في البرنامج. انا يعني استاذنك استاذ ياسر انه انت تكون ضيفنا بحلقه يعني خلال الفتره القادمه، لانه في عندنا برنامج وفي عندنا ضيوف، ولكن احنا لم نتحدث لغايه الان الا باربع نقاط بل ست نقاط، فارجو انه يعني تكرمنا بحضور اخر حتى نتحدث في باقي الامور باذن الله عز وجل ان شاء الله. وانا بشكرك في نهايه البرنامج، ولا يوجد عندي الا كلمه واحده، ارجو ان يتسع صدر الجميع لتحملها. اين انتم يا اصحاب الايادي البيضاء والحانيه؟ هذا محدثكم زايد حماد من برنامج منكم، أتمنى لكم طيب الإقامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.